قطر المنصورة، من قطر المنصورة لمصر. أنا قعدت طبعا عشان أروح ملقاش، قمت رايح راكب الأتوبيس على المطار. من عند المطار كده ركبت أتوبيس ببلاش اللي قدام المطار، قدام المطار قمت ماشي. دخلت ازاي بقى؟ دخلت مش حد قال لي حاجة برضه، عند الصالة مش حد قال لي حاجة. قعدت في المطار كام يوم؟ يجي يومين. دخلت ازاي الصالة بقى؟ مش حد يقول حاجة، دخلت الصالة فيه. وركبت الطيارة ازاي؟ دخلت مش حد بيقول لي حاجة، قعدت أخش فيها مش حد قادر يقول لي حاجة. قعدت يعني لقيت ناس كده دخلت تقعد في الاستراحة، دخلت قعدت معاهم. قعدنا يجي نص ساعة كده أو ساعة، قلت لهم يلا يلا أنا أقرب الاستراحة التانية، الأتوبيس هيجي ياخد. قعدنا من الاستراحة اللي جنبيه، لقيت واحد بيجيب الورق كده وبيقطع تذكرة، دخلت مفيش حاجة برضه في الأتوبيس. قعدت في الاستراحة التانية، قعدت لقيت الأتوبيس كده، قال لي يلا قوم. قمنا دخلنا راكبين الأتوبيس، لقيت واحد في أول مطار وواحد في نص المطار برضه مفيش حاجة. دخلت الحمام وبين الحمام قعدت في الكراسي. قعدت فين في الطيارة بقى؟ في آخر تلات كراسي ورا خالص. وعرفوا ازاي بقى؟ الطيارة هي تطلع فين؟ انت خفت يعني. لما خفت ايه اللي حصل؟ قلتها جات لي بتقول تخاف منها، قلت لها مفيش حاجة، قالت فين اهلي؟ قلت لها مش قادر، بس انا عاوزة مش عارفة. عملت ايه بقى؟ جات قامت واخداني قامت مودعة عند الطيارة. انا طيران قام طالع بره وقاعد يكلمني، قام متكلم ناس التليفون، قام قايل له اتنين، قام لابسين معاه.